اليوم مواضيع متنوعة بحلقتنا بتخص السوريين وخاصة السوريين في دول اللجوء وأيضا في أوروبا. كان في اتهامات لسوريين عن مشاركتهم بأعمال شغب في النمسا خلال عيد الهالوين وتهديدات بالترحيل. يا ترى هل الحكومة النمساوية رح تتبع هذا الإجراء ورح ترحل السوريين وخاصة أنه بلدهم ليس آمن لحد اللحظة؟ كمان امبارح كان في خبر حزين جدا خلال نقل مجموعة من السوريين من مخيم إلى مخيم ومجموعة من المخالفين الحافلة التي تقول لهم أو الباص اللي راكبينه عمل حادث وكان في ضحايا وكان في أيضا جرحى من المصابين. عن تفاصيل هذا الموضوع أيضا حيكون معنا ضيف لحتى نعرف أكثر. وأيضا رح نحكي عن وفاة الشاب السوري عماد كالحوس الذي توفي تحت أنظار الشرطة اليونانية قبل 5 شهور، لكن تفاصيل وفاته اللي بيقولوا أهله وأيضا مجموعة الإنقاذ الموحد إنه تسببت فيها الشرطة اليونانية أكيد حنكون معكم فيها بتفاصيل كتير. لكن بداية خلونا نحكي عن موضوع ترحيل السوريين من النمسا. كان وزير الداخلية النمساوي أمر بالبدء بإجراءات ترحيل وسحب اللجوء من لاجئين بينهم سوريين على خلفية اتهام بالمشاركة بأعمال عنف وشغب في مدينة لينز احتفالا بليلة الهالوين. طبعا هذا القرار اللي أصدره وزير الداخلية النمساوي الثلاثة الماضي قال إنه الشبان قاموا بإلقاء مفرقعات نارية وأيضا هذا الشيء أدى إلى قطع الكهرباء، تهديد سلامة ونقل سلامة المواصلات العامة. عن تفاصيل هذا الموضوع حيكون معنا مباشرة الأستاذ أحمد مراد وهو صحفي ومدير موقع آي جي ميديا من النمسا. صباح الخير أستاذ أحمد وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا أهلا ويا سهلا، تحياتي لإليك لجميع متابعي أوريانت. يسعد أوقاتك يا رب. يعني أستاذ أحمد، يعني السؤال المباشر الذي نطرحه اليوم، هل فعلا سترحل النمسا سوريين شاركوا بأعمال شغب في عيد الهالوين؟ صراحة رح افتتح بالمقال الافتتاحي بصحيفة دير ستاندر النمساوية اللي قال في بعض الخبراء النفسيين لما حللوا هذا الموضوع قالوا لا يجوز أو لا من الخطأ معالجة العنف بعنف أكثر منه. العنف اللي هن عم يقصدوا فيه انه هي طريقة التعامل بصرامة القانون مع هذه الفئة الشابة من الشباب، يعني كل اعمار اللي قاموا بهذه التجاوزات او بهذه يعني الفوضى، خلينا نقول يعني لا 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 يعني اقل من 25 سنة تقريبا بشكل او باخر. اما بالنسبة لسؤالك المباشر فحتما الترحيل الى سوريا أنا بتصوري هو قرار أكبر من النمسا أحيانا ممكن يكون. لماذا؟ لأنه نعرف نحن ما في مكان حقيقي ممكن ترحيل السوريين لأنه طبعا وزير الداخلية جيرهارد كانر أشار أنه من الممكن يعني ترحيل المخالفين كما هو وصفهم يعني أو المسيئين أو طبعا استخدموا ألفاظ عديدة أنه ممكن ترحيلهم إلى بعض المناطق في سوريا. ما هذه المناطق في سوريا هو لم يسميها. طبعا يوجد تواصل خلينا نقول عبر برلمانيين نمساويين في النمسا، برلمانيين في البرلمان وليس في المجالس المحليه على سبيل المثال، في تواصل مع مجلس سوريا الديمقراطيه، قوات قسد بشكل او باخر، يعني يوجد نوع من التواصل. فهل من الممكن يعني ترحيل السوريين الى تلك الجغرافيا؟ صراحه موضوع كبير ويحتاج الى العديد من الاخذ والرد سياسيا وبرلمانيا على المستوى الأمني وبأي طريقة سيتم الترحيل في حال تم الترحيل، وهل الجرم الذي قاموا به هؤلاء فعلا يستدعي الترحيل اللي يتفضلوا فيه؟ يعني مثلا هو صحيح في حالات عنف، في شباب متأثرين بفيلم معين طالع على أحد النتفليكس يحمل اسم أثينا شيء له علاقة بفوضى الشارع والكذا، والشباب يعني كانوا هم مثلا صاروا أكثر من سنتين احنا بنعرف كورونا وكانت الدنيا كلها مغلقة وهلا بدأت الحياة تعود لطبيعتها، ففي نوع من الفوضى ما بنقول لا، بس هل يتعامل مع هذه الفوضى بالطرد بالإخراج بالكذا؟ أوكي في أحكام محلية، بعدين في شريحة كتير كبيرة على الأقل 18 شخص تحت 18 سنة أو تحت 15 حتى، يعني خلينا هذول مستحيل صغار يعني يافعين ممكن ينطبق عليهم. نعم. إذن يعني مجموعة كبيرة من الأشخاص، يعني 18 شخص تحت 18 وال15 سنة. طيب حاليا يعني في تصريح واضح أو
او اذا بدنا نقول تصريحات صحفيه من وزير الداخليه النمساوي قال انه شاركوا باعمال عنف مع مجموعه من اللاجئين الاخرين وايضا النمساويين. طيب يعني مصيرهم تحديدا لهدول اللاجئين وتحديدا للاجئين السوريين حاليا بما انه صحه ألف صحة بما أنه ما اتخذوا قرار بترحيلهم وهذا القرار بده يعني جدل سياسي طويل، حاليا مصيرهم شو حيكون هدول اللاجئين؟ يعني المصير المتوقع هلأ على فكرة هو تم اعتقال بليلة العنف هي تقريبا 9 أشخاص وتم الإفراج عنهم جميعا، يعني احنا نزلنا خبر اعتقد قبل بيومين انه تم الإفراج على جميع المعتقلين اللي كانوا يعني معتقلين، يعني هي الاعتقال لم يدوم إلا يعني خلينا نقول بضع أيام في علاقة بالتحقيقات. طبعا هذا لا يعني ان هم سوريا، طبعا المعتقلين لم تحدد هوياتهم بصراحة. اما تم اخذ معلومات وهويات للاشخاص المشاركين تقريبا في اكثر من 140 شخص، يعني ما بين نمساوي ما بين لاجئ ما بين لاجئ من اصول عفوا ما بين نمساوي من اصول مهاجر، يعني حتى صاروا مع الاسف هاي التسميات، يعني تخيلي حتى الشخص الحاصل على الجنسيه النمساوي بيقولوا لك ولكن من اصول مهاجره لحتى يحاولوا دائما يلصقوا موضوع العنف، مع انه في نمساويين اصليين يعني ابا عن جد وكمان هم قاموا بهاي يعني بسلسله العنف اللي حصلت بمدينه لينز. اما المصير بصراحه المصير ليس اكثر من محاكمه، ليس اكثر من يعني ممكن تتطور لبضع شهور من السجن ولكن ليس اكثر من ذلك. احنا حسب توقعاتنا وحسب قراءتنا ومتابعتنا للاحداث وطريقه التصريحات النمساويه حتى لو كانت صادره عن وزير الداخليه النمساويه، يعني من فتره مثلا من اكثر من سنه ما بعرف في قصه معينه لطفله جورجيه تم ترحيلها بقرار من وزير الداخلية والمستشار والرئيس وقتها وقف ضد الترحيل وصارت ضجة كتير كبيرة بالبلد وسياسيين كتير تضامنوا معها وتم ترحيلها. بعد شهرين أو 3 أشهر اكتشفوا أنه الترحيل كان غير قانوني ورجعوها والبنت موجودة جنة وعم تدرس مرة تانية وأخذت إقامة دائمة أو إقامة طالب بما معناه. فهي التصريحات اللي تعودنا عليها بصراحة باعتبار الحكومة الموجودة حاليا في النمسا تعتبر يعني إلى حد ما يمين الوسط، يعني في أنه هي ليست يمينية ولكن يعني أقرب إلى اليمين بشكل أو بآخر، فتصريحات كثيرة. أما القانون فشيء آخر، القانون هو اختصاص المحاكم النمساوية، اختصاص المؤسسات القضائية المعنية بهذا التفاصيل. أما الترحيل نتيجة تصرف عنيف، لعبوا بشوية ألعاب نارية، شيء له علاقة بأنه مثلا تسببوا مثل ما تفضلت في بداية حوارك أنه تسببوا بقطع الكهرباء عن بعض المواصلات العامة، هذا حقيقة شيء حصل بس هذا شيء له علاقة يعني بجريمة يعني ليست حتى جنائية، شيء له علاقة بالتخريب بشكل. أما توصل للترحيل هذا بصراحة نحن بناخده من منحى آخر انه ارتفاع لهجة هذا الكلام، يعني هل السوريين بدأ ينظر لهم بطريقة أخرى أن من لا يحق له اللجوء أو يقوم بعمل يعني شائن بشكل أو بآخر نقوم بترحيله؟ هذا موضوع صراحة جديد نحن بدأنا نسمعه بأوروبا بالفترة الأخيرة للأسف، يعني ويبدو أنه يعني أوروبا تتجه على إذا بدنا نقول أنه لسياسة خليني أوصفها بين قوسين ولو تجاوزا يعني غير مرحبة معادية شوي للاجئين حاليا. يعني استنتاجاتكم تكهناتكم وحتى القانون النمساوي بيقول أنه ما في ترحيل، لكن هل سيؤثر على وضع القانوني في النمسا لمن لديه أوراق قانونية، يعني على اللجوء على منح الإقامات؟ على سبيل المثال ديما هلا في منهم بيناتهم الأشخاص هم طالبي لجوء، يعني لسه لم يحصلوا على حق اللجوء أساسا، هذول طبعا وضعهم تأثر على الأقل حيتأخر كتير حتى ممكن يحصلوا على قرار إيجابي باللجوء اللي هو ممكن يحصلوا على قرار لمدة سنة فقط وممكن ما يحصلوا عليه، هدول قطعا تأثروا. طالبين اللجوء الآخرين اللي هن موجودين اللي لا يحملوا الجنسية النمساوية يعني اوتوماتيكيا هم لاجئين، فهدول صار موضوع الجنسية بالنسبة لهم ضرب من الخيال، من الممكن يكون في حال كانت جريمة يعني حطوا لها بالملف القضائي انه قاموا بعمل عنيف وكذا، وهذا الشيء صار صراحة ينظر له بمنحى آخر كليا، يعني صار انه ينظر للشخص العنيف طب اليوم هو عمل عنف بسيط طب بكره ممكن عنف اشد ممكن اكثر، فهن حتما الاشخاص اللي قاموا بهذا التصرف قطعا هم اذوا انفسهم قبل ان يؤذوا الجاليه السوريه العريقه واللي يعني فعلا صار الى
يعني بصمة إيجابية جدا بالمجتمع النمساوي من خلال كثير العديد من النجاحات اللي قاموا بها السوريين، ففعلا بصراحة أثروا. يعني صارت الصحافة الصفراء يوميا تتداول سوريين ضربوا، أفغانيين عملوا، هدول خربوا، هدول كسروا. فصارت بصراحة مع الأسف استخدام هاي المادة أساء لشريحة كبيرة، ولكن بالأصل هو أساء للي قاموا بهذا التصرف أساسا أنفسهم. ودائما طول ما في قانون يعني يعاقب من ارتكب الفعل أو الجرم أو أي فعل يعني معادي إذا فينا نوصفه. إذن يعني النقاط الإيجابية اللي ذكرتها أنه في خبراء نفسيين قالوا أنه ما بصير نعامل العنف بعنف، ولازم نمنح أسباب مخففة للعمرون تحت 18 و15. حتى تخيلي دي معنا مش ماطي بوقتك، تفضل. حتى تخيلي طالبوا أنه هدول الأشخاص يجب بناء قنوات حوار معهم، ما بجوز التعامل معهم بشدة وبصرامة وبمنع وبحجر وبترحيل وطرد، لازم انه هذول بدهم حوار خاص لحتى يتم التعامل مع مشاكلهم الخاصه. يعني مع انه هن يعني الخبراء قالوا، هن عم يحكوا بتقريرهم قالوا نحن بنعرف انه عم نحكي نحن شيء صعب التنفيذ، ولكن هؤلاء الاشخاص يجب الحوار معهم. هذا شيء واقع. يعني ديما اذا احنا بننظر للبيئه اللي اجوا منها هؤلاء الشبان، يعني يا من بيئه نظام الاسد يا من بيئه المناطق الثانيه اللي هي فعليا عم تمثل الاسد بطريقه اخرى. فعليا هم جاءوا من مجتمعات يعني ليست مجتمعات طبيعية، ما رح نسميها أكثر منك، ليست مجتمعات طبيعية. فهؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى تأهيل بشكل أو بآخر، يحتاجون إلى حاضنة شعبية تعيد احتضانهم وتعيد إنشائهم وإنتاجهم ضمن بيئة الديمقراطية والحرية والقانون اللي هي موجودة بأوروبا والنمسا يعني على وجه التحديد. يعني ونأمل أنه كل الدول يعني حذو النمسا في هذا السلوك وتأهيل اللاجئين. ونحن كثير بنتشكرك أستاذ أحمد على جميع المعلومات اللي أعطيتنا إياها الأستاذ أحمد مراد مدير موقع آي جي ميديا من النمسا. شكرا كثير لوقتك ولكل المعلومات. شكرا جزيلا.